ويحدث هو عن نفسه مرة، يقول كيف ذهبت مرة إلى هنسلو، البروفيسور النباتات هذا، بوتانيك هذا، ذهبت إليه بمعلومة، يعني أنا ظننت كما نقول بالعامية أتيت يعني بالذئب من ذيله، يعني معلومة خطيرة. قلت له معلومة اكتشفتها، معلومة جميلة. قال فاطلع عليها واستحسنها. قال ممتاز، ولكن تعلم يا سيد داروين إنها معلومة جدا معروفة، كل العلماء عارفين هذه، أنت لم تأتي بجديد. قال فشعرت بالخزي، انخزيت يعني. لكن هو عنده هذا الصبيانية، سبحان الله، مثل صبي. فيش عالم، أينشتاين كان كذلك، فيش عالم مبدع إلا وهو صبي طفل. أي عالم مبدع حقيقي، أي إنسان مبدع أيا كان، شاعر، فيلسوف، مفكر، عالم دين، إذا كان مبدع حتلاقيه صبي في انفعالاته، في كلامه، في عنده صدق، في عفوية. من هنا سر إبداعي. أنت مش ممكن، مش ممكن تبدع وأنت متكتف ولا صحيح ومسجون. العادات والتقاليد والإتيكيت والبرستيج هذا الذي يكتفك، عمرك ما تبدع، حتضلك أهبل. لكن هذول لا، عندهم هكذا انطلاق صبياني مثل الطفل، سبحان الله، وعندهم صدق، وفيش عندهم تزييف،